وجودكم مصداقيه لاي مكان. استاذ عبد الله، انت يمكن ودك تتكلم عن ذا الموضوع اللي هو النكران. هو شوف طال عمرك، هو من زاويه انا يعني اتفق مع الدكتور سليمان بانه انا على مستوى شخصي متفائل جدا بوجود معالي الاستاذ تركي الشبانه، ايضا وجود بعض الاسماء التي استقطبت مؤخرا للعمل في هيئه الاذاعه والتلفزيون مثل الاستاذ فارس بن حزام، اعتقد انه مكسب كبير جدا، ارجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقه في المهمه التي جاء من اجلها. النكران اعتقد انه انها سمه مع الاسف الشديد انها تكاد تكون ثقافه، لكنها تبان اكثر في الوظائف التي لا يجب ان يتقاعد فيها المبدع طالما انه قادر صحيا على العطاء. انت تعرف ان المحطات الاذاعيه والتلفزيونيه في كل انحاء العالم تبحث عن هذا عن هؤلاء النجوم بل وتصنعهم وتتمسك بهم. لاري كينج يعني تجاوز الثمانين من عمره وهو ما زال يقدم، اسماء كبيره يعني لو بغينا نستعرضها بناخذ فيها وقت طويل. فبالتالي يفترض انه يعني في وظائف اساسيه لا 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 يشملها التقاعد. أن ذكرت اسم مع وزير الحالي تركي الشبانه، وايضا بس اعتقد يمكن لمستوا انه في ذهنيه مختلفه في الاهتمام بالوقت. تماما تماما. وانا شفتها لما شفت الجائزه، شفت كيف معالي الوزير كان مهتم حقيقه، كان يسمع لكل الاعلاميين صغيرا وكبيرا. نعم. بالنسبه لموضوع الجحود والنكران، يمكن انا ما واجهت الموضوع هذا لان يمكن ما زلت على راس العمل وان شاء الله ما واجهه. ترى باقي لك 4 شهور تقدر تكلم. لكن اتوقع انه ما حيكون في جحود ونكران. الاداره الحاليه في التلفزيون، جعلت البيئة جاذبة صراحة. يعني لو جينا في عندنا شخصيتين في التلفزيون بصراحة، أنا أتوقع أن التلفزيون حينهض نهضة كبيرة في أحدهم، سعادة الأستاذ خالد الغامدي اللي هو رئيس لجنة التشريع. هذا الرجل تنقل من الرياضية إلى الإخبارية إلى القناة، الله يوفقه إن شاء الله، وأصبح الآن ومدير القناة الأولى، ثم أصبح رئيس لجنة تشريع الأعمال. والشخصية الثانية الأستاذ فارس بن حزام اللي هو مدير عام الإخبارية والمشرف العام على قطاع الأخبار. فأنا أرى أنه هذا الرجل عنده فكر إعلامي راقي، والدليل اهتمامه الكبير بالمذيعين. نعم، نتمنى له التوفيق. يعني انبثقت من عنده فكرة لجنة تدريب المذيعين اللي هي أنا أرأسها ومعايا زميلي سفر وجبريل. تستاهله. هو جاء من بيئة جاء من بيئة العربية طبعا وتاريخ صحفي سفر. آخر شيء عندك؟ نعم، أنا عندي تعليق بس على موضوع الجفا. يعني بعد هذا التاريخ اللي أمضيناه مثلا في داخل التلفزيون، أول قرار يتخذ، وطبعا هذا أعتقد أنه قرار معروف يعني إداري أو مطبق في كل الجهات، أول شيء يتخذ أنه تسلم البطاقة وتسلم استيكر السيارة، تعتبر خلاص تدخل المبنى اللي عشت فيه 38 سنة، بتصير أنت غريب ما عندك أي علاقة بهذا الجهاز وبهذا الكيان. الحمد لله يعني في الفترة الأخيرة على مجيء معالي الوزير تركي الشبانة والأستاذ فارس بن حزام، إلى حد ما أعادوا لنا جزءا من كرامتنا اللي فقدناها بصراحة. يعني احنا كلنا معكم أبو محمد، احنا نفخر فيكم. الله يبارك فيك. وكرامتكم من كرامتنا. الله يكرمكم، لانكم انتم صنعتوا تاريخ في وقت ما كان سهل. صادق. اشكركم شكر عميق.